مجلس رفع ينعقد تسويت الساعة 7:33 تسويت الكونسي رفماج لو كونسي. يلا سيدي نبداو بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبداو بتسريحات نور الدين التبوبي. من أبرز ما قاله نور الدين التبوبي: نحن اليوم نعيش في إمبراطورية القضاء، رسالتي للموقوفين ستخرجون بشرف ورؤوسكم مرفوعة. رفماج الأعداد. هذا تلخيص لما قالوا نور الدين التبوبي في علاقة بالقضاء. قال زاد القضاء مش على رأسه وريشة، قال القضاء مسيس، قال القضاء فما شكون يضغط عليه ويتحكم فيه، نسبة من القضاء، نسبة من القضاة. وعد الموقوفين في علاقة بقضية العفاس نائب ائتلاف الكرامة بأنهم باش يخرجوا من السجن، باش يخرجوا من الإيقاف ورؤوسهم مرفوعة. تقريبا أول مرة الاتحاد يمس خط أحمر كيما هذا. نحكي هنا على القضاء. رفماجور الأعداد 5/10 مراد الزغيدي. يعني عموما الكلام مقبول، هو يلزم الكلام يتحط في إطاره، حطه هنا في إطاره، لأنه الحكاية متاع الموقوفين من نهار 19 مايو اللي متهمين بالعنف ضد نائب العفاس، فكل الحكاية الشهيرة اللي صارت في شهر مارس اللي فات هي جزء من كلام نور الدين التبوبي. لكن كلام نور الدين التبوبي خص وجوه أخرى من العمل القضائي، واعتبر مثلا أنه القضاء التونسي إلى يوم الناس هذا ما خدمش خدمته في مسألة الاغتيالات السياسية، وكان هذا أكثر حاجة هيجت راو العباد أكثر منها حكاية الموقوفين في قضية العفاس. ولكن أنت تعرف ارتكز على حكاية الاغتيالات السياسية بطبيعة الحال، مش يمشي هذاك علاش القضاء مش يحكي على القضية اللي حاجته بها. هذاك علاش عطيت 5/10، لأنه فما جزء صحيح كما القضاء التونسي اليوم معطل مثلا في قضية سامي الفهري بطريقة اللي حتى التونسي ما هو فهمها، كما القضاء التونسي اليوم غير مفهوم وقت نقعدوا أعوام وأعوام في قضية شكري بالعيد والبراهم يقولوا يا نعرفوا شكون قال ولا شكون كان وراء القذقاذي، ولا إذا كان القذقاذي ما كان شكون وراه كي اختال شكري بالعيد، وقضايا أخرى نعرفوا اليوم. فما اختر معناها هو أنه نوليو في جمهور القضاء، هذا مش كلامي أنا، هذا كلام وزيرة العدل مثلا في حكاية تسيير المرفق القضائي وقت الكوفيد، اللي جاوا القضاة قال لك لا احنا نخدموا كيف ما نحبوا احنا وقت كوفيد، مش كيما نظمة الدولة. بطبيعة الحال نور الدين التبوبي عنده زادة حسابات داخلية، ويعتبر وأنه القضاء ما أنصفش الاتحاد في مسألة العركة اللي صارت مع العفاس، واللي كنا هنية تتذكر رفيق مليح نددنا بالعنف اللي تعرض له. هل أنه تجاوز الحدود في بعض الأشياء فيما يخص القضاء؟ قد يكون لأنه مشي ممكن معناها خلى الفكرة متاعه اللي هي فكرة نجم تكون على الورق صحيحة، وكأنه استغلت في شأن داخلي في مسألة الاتحاد. لكن بطبيعة الحال للأمانة مراد خلينا نتفاعل معك شوية، ما نفهمش علاش ساعات في حالات معينة نقول مسحوا. معناها تصور أنت سياسي خرج قال الناس متهمة وموقوفة باش تخرجوا رؤوسكم مرفوعة، نحيوا القضاء ونحطوا نور الدين التبوبي، علاش نبداو نمسحوا معناها لوسكي سجيدوا اتحاد؟ لا ما نمسحوش. نتفاعل معك ونعطيك معناها شو ما نمسحوش. إي وأنت قلت قد يكون أخطأ، شو قد يكون أخطأ؟ السيد نصب نفسه قاضيا وعدهم سي بون معناها نجموا يتناوا هما ستخرجون ورؤوسكم مرفوعة. معناها السيد القاضي اللي يحكم في القضية تقريبا ولا زايد معناه جوست كيك نستناو في التصحيح نتاعو باش يخرج. خطير جدا ما قالوا التبوبي. في كل بلاد العالم فما تجاوزات في القضاء، لو نحلوا الباب هذايا على مصراعي لن يغلق بتاتا وكل سيدلي بدلوه في القضاء. عطيني نور الدين التبوبي. زاد فما قضية أخرى راهو الاتحاد عمره ما هضمها، وهو ملف العنف اللي صار على الاتحاد في 2012، واللي القضاء رغم الشكاوي العديدة اللي صارت والموثقة لم ينظر فيه بتاتا، وهذه وصمة قعدت بالنسبة لكل شعب الاتحاد تقريبا، اللي اعتبر أن القضاء وقتها حمي النهضة بكل وضوح، وراو الحرب مع النهضة بدأت وقتها باش نكونوا واضحين. وإلى يوم الناس هذا هي راوت الحرب موفيتش ما بين الاتحاد والنهضة، إضافة أنه فما خلفية سياسية وقت أنت عندك رئيس حكومة معنا قبيل القضاء كوريكت
مع النقابين في كل قضاياهم في كل في كل في, في كل الشركات وفي غيره كذا القضاء قاعد يخدم كوم الفو ما فماش ضغوطات على كل ما هو قضيه فيها نقابي باش تسحب الامور ويخرج النقابي بعيد حتى على قضيه العفاس هذا تعرف وانا نعرف شوف القضاء حل ملفات فساد راه باش نكونوا زاد واضحين باش ما نردوش توا معناها ما نتهموش الاتحاد اتهامات باطله ولا اتهامات يعني مش في بلاصتها القضاء خدم على دوسية الاتحاد ولكن الدوسي الملفات الرمزيه يعتبر فيها روح الاتحاد الى يوم الناس هذا مظلوم لكن انا معاك ونقول الكلمه نتاع قلب باش تخرجوا دارجيب رئيس الجمعيه القضاة سي جسمه سي بوزخار جاوب نور الدين تبوبي وقال له انه الكلام اللي الاتهامات اعتبرها باطله ضد القضاء. اللي قلق في هذا الكل رفيق انه القضاء شو مشيت تعمل؟ وين؟ الصفاقس وحضرت في ال ماني مشيت غاديك في الحومه غاديك في وسط باب حر ديجا مشيت حضرت معناها سمعت الكلام تاع تبوبي لقيت غاديك مشيت عندي امنيين حشتي بهم مشيت بحذاهم امنيين حشتك بهم؟ اي حشتي بهم عندي حاجه عملتها معاهم لكن حبيت نقول انا المشكله انت معاهم انت في بالك فاش قاعد تقول حاجه خاصه حاجه خاصه صارت لي مشكله مشيت الامنيين باش هزيتهم معايا صارت مشكله معينه ولا بالحق حقيت الامنيين اي حقيت الامنيين تو نفهم الحكايه في الاوف وبعد نعطيكم الاغنيه ما تعطيش من خاطر مش نقولها لك باهي برا اللي حبيت نقوله انا في القضايا السياسيه هذوما انه اليوم المشكله وقت اللي القضاء نحبوا نركعوه ولا نحبوا ندزوه لحاجه معينه راهو مهم راهو وقت اللي الاتحاد ولا غيره ان اليوم القضاء وقت اللي يحكم معايا ولا يمشي في المسير اللي في الاتجاه اللي انا حاجتي به راهو قضاء نزيه ونعملوا عليه في القضايا وقت اللي احنا ما يمشيش معانا ووقت اللي ما يمشيش في الملفات نتاعنا نولي ونحرضوا عليه انا اللي قلقني في هذا الكل ان اليوم قيادي كبير في الاتحاد يقول كلام كين هذا راهو كلام كبير اليوم القضاء مازال ما حكمش في الوضع كي من هذا انك اليوم اطمئن الناس اللي موقوفه انكم راهو ما تخافوش راكم باش تخرجوا وروسكم مرفوعه شنو الاثباتات اللي عندك؟ معناتها اليوم شنو مش تلوم مع المواطن العادي اللي غدوه يعتبر روحه عنده قضيه عاديه خسرها ولا ربحها الناس كل باش معناتها نشوه القضاء وستشرع للتمرد على القضاء اذا كان انت اليوم الرجل رقم واحد في اعرق مؤسسه في منظمه في تونس تخرج تقول سي بون انتم ما باش تخرجوا معناها راك الغيت القضاء الغيت كل شيء نور الدين تبوبي اليوم قاعد يقول انا الحاكم بامري وي وميمة باش تقول حاجه معناها ضحكتني ماذا بيك يا رفيق ما شد التليفون كي ناصر اللي حكي راهو ناصر كي البسكليت اللي هابطه في سعد لازمك تغزر له وتوقف يا راف هذه الاساليب نتاع القضاء يضغطوا عليك هي اساليب السوء كيما برهان بسيف بالمناسبه نحييه وماهوش مريض يا راف خاطر اللي غاب برهان غاب برهان وبعث مساج للرفيق قال له مريض انا نتحداك كان برهان مريض كان جاي تفتي تحكي مع عاودها نتاع الشعبه ولا كذا راهو جاي وما يجيش يا برهان وتواضع واغزل البلاد فما مفاوضات كبيره فما حديث على اسماء وضغوطات اسماء قد تخلف لياس الفخفيخ اليوم برهان يبحث عن تموقع ويريد ان يعود من جديد هبط ستيو يضغط به على لياس الفخفيخ قال لكم كوا لحبيب السيد يستعد وبرح بالسيد هاوكا تكلم وقال ما عينيش كل برهان ديما على يدفع البلاد نحو الفوضى نحو الفوضى يا راف وهذا تآمر على الامن العام اي ان شاء الله معناتها القضاء ان شاء الله يسجل الصح لا لا ادفع لي برضه تسمع يزي يا راف ام ربي على القضاء يا راف والله مساكن تتكلموا على شريط القاضي اللي هي ضعيفة ومادام ما حسنت الشريط القاضي حكيتها فارغة والله الرافة ما قاضي من سانك سخفني يعسوا عليه بوليسية بكرهبة بالله كان جي انت ما ماتك تبركيه القاضي ما يخلطوش عليها البوليسية مسكين القاضي زاد في نهاية الأمر شتي قاضي يخلص زوز ملايين و 600 لاباس مشكل آخر في علاقة بالشهاري ولكن بالنسبة لي اعتبر تصريح خطير جدا جدا ومنعرش جديد في الحياة والمشهد والحياة السياسية والمشهد السياسي عموما في تونس الناس كل تحكي على ضغوطات وصلت على القضاء كل واحد يحب يجبد لي في العالم صاير هذايا ودور القاضي والقضاة انهم يمارسوا حقهم واستقلاليتهم كما هما يعرفوا بالطريقه المثلى ولكن اليوم نخرج ونقول راكم باش تخرجوا راي اعتبرها فضيحه مراد هو للتوضيح علاش ممكن احنا ماذا بينا انه الاتحاد ما يمشيش للاساليب نتاع الناس اللي هو يحارب فيهم يعني ائتلاف الكرامه ذكرنا احيانا بالتدخل نتاع سي سيف الدين مخلوف كي كان محامي نتاع جماعه الرقاب وقت مشى اتهم القاضي مش اتهم القاضي معناه
استفزوا بالاساليب نتاع ائتلاف كرامه معناها اي كل استفزاز اللي في اي بلاد اخرى وبات يبحث سيف الدين مخلوف يا اخي هاك انتخبوا العباد ولا نائب توا وفقره سوريشه وعنده الحسن هذاك علاش هو تقدم باش يخرج من الحكايات هذوما دونك ماذا بينا الاتحاد احنا معاه كي يكون ضد المتطرفين وضد الناس اللي هما ضد الدوله الوطنيه وضد الناس اللي شكوا في تاريخ تونس وضد الناس اللي هما ضد الدوله ولكن ماذا بينا انه يكون ضدهم مش باساليبهم لانه هذاك احسن فرصه تعطيها لهم باش هما يخرجوا في مركز الضحيه. نمشيو للخبر الثاني وتدوينه لمنجي الشابي شقيق علاء الشابي اثارت زوب على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيها لقد تمت قرصنه حسابي وغلقه لمده يومين ووراء هذه الدناءه شقيقي وقرينته والمدعو الذي يعمل لحسابهما وهو يتراس عصابه تخترق الهواتف والحسابات ثم يقومون بابتزاز الضحايا. أما عن مرض السرطان والتلاعب بمشاعر الملايين في تونس والمغرب العربي والأخطر من ذلك التلاعب بهيبة الدولة ورموز سيادتها فتلك قصة ومهزلة أخرى سأرويها بتفاصيلها وأوجه فيها رسالة إلى رئيس الدولة حفظه الله من مكر الماكرين والذي هو قدوتي وأفديه بروحي على أن يخدع من أي سفيه حتى ولو كان أقرب الناس إلي. هذا الصحفي منجي الشابي قاعد يحكي على أخوه علاء الشابي. التدوينة أثارت زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي. لكم الحكم ولكم أن تعطوا العدد المناسب. راف ماجر تدوينة العدد للتدوينة والكلام اللي قالوا منجي الشابي. يلا في دقيقة مون خاطر ما عنديش برشا وقت نبدأ بيك برنس صفر عطيت المنجي الشابي لعدة أسباب. أولا السبب الأول هذه أمور عائلية يبقى ربي تقعد الأمور العائلية يقولوا احنا كوزين انترن لأن الأمور العائلية تقعد بين العائلة ثم ما جاء بعد الأمور العائلية من سيادة الرئيس ومن المرض ومن كل شيء إذا عندك حاجة كانت تحب توصلها للرئيس فما قنوات معناتها تنجم تعمل رسالة وتبعثها للرئيس والرئيس يطلع عليها إيش بيه برولوه الرئيس وعمل لك إياها وعطاها رخصة ومشى لفرنسا. هذا الكل ينجم أما يثبتوه ولا يفندوه يقولوا لا مش صحيح. أنا نحب نقول سي المنجي سمعت بنته تتكلم عند أميمة قالت برشا كلام زاد بنته تبارك الله هو اللي ربى اخته هو اللي عمل له كل شيء. يا خويا انت زميم العائله انت كبير العائله حاول باش تلم بالعائله مش باش تفضحوا ما عندك وارد تفرش تاع عائلة الشابي اللي هما ما يستحقوش هذا. سندريلا انا اعطيته خمسه خاطر ساعه اول حاجه انه خوه يفضح خوه حتى لو هو في الحقيقه صايره مثلا على شابي ماهوش مريض مش ساهل انه هو يكتب الكلام هذا راه كلام خطير برشا. نعرفوا اللي على شابي الدنيا تقلبت قامت وقعدت على خاطره الناس كلت مناولوا الشفاء من تونس ومن المغرب العربي اعلاميين فنانين الناس كلت تحكي عليه. يجي اليوم خوه اللي هو شقيق ويحكي الكلام هذا راه كلام خطير وقنبله كبيره معناها هبطها للناس. ما نعرفش انا ما نجمش نحكم على كلامه صحيح والا غلط على خاطر ما عنديش حاجه قدامي. اذا دوسي ميديكال قدامي نتاع على شابي اللي هو مش مريض نجم نصدقه اما يقعد هو كلام علي قال اللي هو مريض واخو اخ علي قال اللي هو مش مريض ما نجم نصدق حد. انا ما نعرفش هي الحقيقه وين. يا راف في هذا الكل انا الموضوع نغزله من زاويه اخرى اللي هي اللي يبث الفتنه شكون؟ وميمه العياري باقي نهار السبت سايبنا قنبله حتى عائلات فرقت عائلات وانت تعرف صار في برنامجها معناتها اللي جا دقدق ما فماش عبد ما جاش دقدق في البرنامج هذا يا راف ندعو اي اف ام ان شاء الله مش اي اف ام شرطه الشرطه الشرطه العشوائيه فرقه هذه الانياب الهيكا الهيكا والانياب فرقه ثانيه فرقه الانياب والهيكا يوقفوا البرنامج تدمر مجتمع كل مره كل مره عائله كل مره قناه وانا خاف لا تدخل في عائله الناصر ومن بعد تمشيش عائله مراد وعائله الحاج انا ما نحبش نجي يا خويا ربي يهديك معناه لو نعطي رأي معناه حتى لو كان فما حاجة عملها عليه نرموه خوه ما يحكيش بالطريقة هذية على للملأ معناها يحكي في موضوع كي من هذا أخطأ عليه في حاجة أو لم يخطأ احنا معناش المعلومات ما هو صاير حتى ولو يخي واحد يخزر واحد يخزر للعائلة للقرابة نفس الكرش هبطوا منها زوز بو وام كانوا في وقت ما يعيشوا معاهم دونك خوه ما نجمش تعمل هذا في الملأ. والحاجة الثانية يمكن ما يلام بكل حب على علي انت مشيت ومريف
وناس كل تعاطفت معاك ودولة تدخلت باش انت تمشي. اذا كان حتى انت لاباس ونتمنى لك لاباس وعادي باش تقاوم المرض بالمورال وباش تخرج وتحوس وتسهر وتشتح مثالش هي حقك في الحياة. والتشبث بالحياة يعاونك انك تتغلب على المرض، ولكن انه تمشي مريض وكذا وفي رحلة حرب وكل ومن بعد هبط لنا ستورية تذاكم عزة وشكو وكذا، عادي انه رد الفعل باش يكون بالطريقة هذيك والعباد ما يتقبلوهاش. نتمنى الشفاء لصديقنا علاء وان شاء الله يرجع سالم الارض الوطن، وخوه نقولوا له ما يجيش، يبقى اخوك وتبقى عائله واحده ولا يمكن ان نعطوا للمستوى هذا. نعود بعد الفاصل ما تبعدوش.